مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم أينما كنتم، مجددين معكم اللقاء الأسبوعي ونستهله بأبرز العناوين. الكنائس الرسولية في الأردن تحيي صلاة من أجل وحدة المسيحيين. الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي تحتفل بعيد الغطاس. بلدة الإسماكية في محافظة الكرك تكرم شهدائها. أهلاً بكم. برعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات الأردن، أقيمت في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في منطقة الصوفية بعمان صلاة من أجل وحدة المسيحيين، حضرها رؤساء وممثلو الكنائس الرسولية وجموع من المؤمنين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات، أحيت الكنائس الرسولية في المملكة صلاة من أجل وحدة المسيحيين في العالم تحت عنوان يمينك يا رب قديرة قادرة. يا مسيحا جئت نورا كي تنير العالمين. وشارك في الاحتفال الذي أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في منطقة الصوفية بعمان المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا والمطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والمطران ياسر العياش والمنسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان والمطران إيفيديس إبريجيان النائب البطريركي للأرمن الأرثوذكس في الأردن والأب بنيامين شمعون راعي كنيسة السريان الأرثوذكس والأب أنطونيو الصبحي راعي كنيسة الأقباط الأرثوذكس في الأردن والأب غازي خوري راعي كنيسة الموارنة والقس فايق حداد راعي كنيسة الفاد الأسقفية العربية والأب زيد حبابة راعي كنيسة الكلدان في الأردن والأب زهير جيجي راعي كنيسة السريان الكاثوليك وممثلون عن المجالس والفعاليات في الكنائس الرسولية في الأردن ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وشخصيات رسمية ونيابية وجموع من المؤمنين. المولود من الآب قبل كل الدهور. وقدم الأساقفة والآباء الكهنة ممثلو الكنائس الرسولية في الأردن نصوصاً مستوحاة من المجلس الحبري لتعزيز الوحدة بين المسيحيين بالاشتراك مع لجنة الإيمان والدستور في مجلس الكنائس العالمي. فلنشكر الرب على تراث إيماننا المسيحي وعلى فعل الخلاص الذي حققه لنا في التاريخ. كما رفع ممثلو الكنائس الطلبات من أجل أن تتم الوحدة بين جميع الكنائس المسيحية ومن أجل الأردن وشعبه وقيادته وأن يرحم شهداء الوطن الذين قضوا من أجل أمن وأمان بلدنا الأردن الغالي. أحمدك لأنك أعنتني وكنت لي خلاصا، الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية. وأثناء الاحتفال قام الأساقفة رؤساء الكنائس بقطع السلاسل التي ترمز إلى العبودية وفقدان الكرامة والعنصرية وقدرة الخطيئة على قطع الشركة مع الله وبعضنا مع بعض، معلنين بذلك رفضهم لكل أنواع التفرقة والدعوة للوحدة المسيحية الكاملة. وفي كلمة للمطران الشوملي جاء فيها: حضورنا المسيحي اليوم مرتبط بهذا التاريخ المليء بالانقسامات والمآسي والآلام، ومن الواضح أن غياب الوحدة بيننا يضعفنا ويبقى عائقا كبيرا دون الجهود الرامية إلى نفح حيوية جديدة في هذا الحضور. على الأقل اليوم في إشي إيجابي، صرنا نصلي مع بعض ونشعر بمرارة الانقسام ونطلب الوحدة من ربنا يسوع المسيح. أنا متأكد إنه نحن الآن في الطريق الصحيح وإنه الوحدة أمامنا وليست بعيدة المنال، إنما كل ما صلينا أكثر كل ما اقتربت ساعة الوحدة. نعم، نورسات مشروع مسكوني ويوحد المسيحيين. لما نفتح عن نورسات ما منقول هذه مؤسسة تتبع كنيسة معينة، إنما الكنائس كلها مخدومة من خلال نورسات. نورسات الأردن أيضاً يخدم الجميع بالتساوي، وهذا أحد أسباب نجاح صلاة اليوم، لأنه نورسات محسوب على الجميع وليس على طرف. فأتمنى الخير لنورسات وللعاملين في هذه الفضائية. إنه تجسدت الآية اليوم اللي قال عنها السيد المسيح: بهذا يعرف الكل أنكم تلاميذي إن كان لكم حب تجاه بعضكم البعض. فالحب هي ظاهر اليوم. مختلف كنائس الأردن
موجودة بالرعاة تبعونها بمن يمثلهم بشعب كل كنيسة جاي. قناة نورسات هي الكنيسة التي تدخل كل بيت. أعتقد أن كل شخص لم تتاح له الفرصة أن يكون متواجد معنا اليوم، أعتقد أنه لما هيشوف على شاشة نورسات هذا اللقاء المفعم بالمحبة اللي قال عنها السيد المسيح في الكتاب، أعتقد أنه راح يتشجعوا والكل يصلي من أجل وحدة الكنيسة. وبما أنه يسوع المسيح هو اللي بيوحدنا ومنتناول جسده ومنشرب دمه، فلازم نتحد فيه، واتحادنا فيه بيخلينا نتحد ببعضنا البعض. وإن شاء الله أنه يسوع المسيح وصلاة الوحدة ما تكون كلام ولكن تنشغل من القلب، والمسيح اللي بيعتمد المحبة والحوار وقبول الآخر بيقدر يوصل للوحدة. وإذا قدم ذاته مثل يسوع المسيح ما بيقدر إلا ما يتوحد مع خيه ويكون شريك مع خيه برسالة يسوع المسيح. وفي كلمة شكر للدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات في الأردن قالت فيها: إن اجتماعنا اليوم للسنة السابعة ما هو إلا تجسيد لجهود المحبة للكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة، ففي هذا اللقاء الودي الأخوي جسدنا جميعا كلام السيد المسيح حين قال: أنتم نور العالم. فاجتماعنا هنا اليوم للسنة السابعة ما هو إلا تجسيد لجهود المحبة للكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة، ففي هذا اللقاء الودي الأخوي جسدنا جميعاً كلام السيد المسيح حين قال: أنتم نور العالم. ونحن سنقول لرب المجد بكلامك يا رب سيضيء نورنا للعالم، وسنكون ذلك الملح الصالح الذي أردت. ولنصلي بوحدة واحدة من أجل جميع المؤمنين الذين يؤمنون بإله واحد ضابط الكل، لكي نتمكن من عيش الشركة الأخوية على مثال جماعة أورشليم الأولى، وأن نشهد للوحدة التي يريدها الله، وأن نكون بصدق حاملي البشرة السارة للعالم في ظل كل التحديات التي تعصف بشرقنا. ونحن نعاهد الوطن أن نبقى الأوفياء الذين يعملون دوماً من أجل الوحدة الوطنية، ليبقى الأردن نموذجاً يحتذى به في الوحدة والتآخي والوئام. وسلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم جميعاً. كما عبر المشاركون في الاحتفال عن الرغبة والتأكيد على ضرورة وحدة الكنائس الرسولية من أجل خير الكنيسة جمعاء. اللي بقول هالتجمع الموجود اليوم مع تنوعه، تنوع الناس الموجودة بدل على إيش؟ بدل على رغبة صادقة من قبل جميع المؤمنين على تحقيق رغبة السيد المسيح ليكون واحدا. مفروض فينا نكون جسد واحد، قلب واحد، نفس واحدة، حتى نحقق رغبة السيد المسيح ليكون واحدا. يا أبتي كما أنا وأنت واحد، هاي هي أمنيتنا، هاي هي صلاتنا. وإن شاء الله يا رب بمعونة السماء نتوحد كلنا ونصبح كنيسة واحدة. إن الله على كل شيء قدير. اللقاء اليوم كان لقاء متميز لأنه عنوانه هو الوحدة المسيحية، والوحدة هي عنوان لروح المحبة وروح التآخي وللشهادة المسيحية في بلادنا وفي مشرقنا العربي، اللي هي أصبحت مهمة إنه إحنا نظهر بصورة وبروح واحدة وبإرادة واحدة، وهي انعكاس أيضاً لحالة الوحدة الوطنية والتآخي في مجتمعنا الأردني، اللي بتجسد إنه هذا المجتمع هو مجتمع متحاب، مجتمع متضامن، مجتمع بدعو إلى الوحدة وللتآخي. احتفال اليوم اللي قامت بتنظيمه محطة نورسات في الأردن يعني كان متميز بشكل كبير، ويعني هذا بيشير إلى الرسالة الإعلامية الوطنية والروحية اللي بتقوم فيها محطة نورسات في الأردن، اللي أصبح حضورها متميز بكل المستويات، وعمليا هي بتعكس
من خلال فضائيتها لكل الحضور والشهادة المسيحية الوطنية اللي بتظهر صورة المحبة والتآخي وبتجمع كل أطياف مجتمعنا الأردني والمسيحي بشكل خاص. وهي يعني تحية خاصة لمؤسسة نورسات ولمحطة نورسات، ونتمنى لهم يكونوا بمزيد من العطاء والتقدم. مش المطلوب اليوم إنه كنيسة تنغمس مع كنيسة تانية، ولا إنه كنيسة تمحو هوية كنيسة تانية، لكن المطلوب أن نمد السور من المحبة، من التعاون والشراكة ما بين بعض. يمكن تبلش بمبادرات صغيرة ولكن باتجاه الصحيح. أنا برجع بأكد على بصراحة قداسة البابا فرانسيس اللي أرسل مبادرة يمكن تبين ببدايتها مبادرة بسيطة لكن إلها مغزى كبير، وهو توحيد الأعياد في كل العالم. وأنا بدي أشجع كمان العلمانيين أن نخرج من إطار الطائفية التعصبية، ونخلي طائفيتنا فيها غنى للتبادل مع بعض، نعمل تشاركية مع بعض، الكشافة، الشبيبة، الأخويات. إحنا إلنا دور العلمانيين بصراحة بأن نبلش نشجع بنحو هذا الاتجاه، تشجيع إيجابي لرؤسائنا اللي منقدرهم واللي منحترمهم. وشاركت في إحياء الاحتفالية التي أدارها قدس الأب وسام منصور عدة جوقات من الكنائس الرسولية والمرنم فارس عباسي، حيث قدمت خلالها عدد من الترانيم الشجية مصلين فيها من أجل الوحدة والسلام، بالإضافة لمشاركة فرق كشفية وموسيقية ساهمت في تنظيم الاحتفال. صلوا من أجلنا يا أصحاب السيادة لكي تبقى نورسات حاضرة في كنائسنا وفي كل بيت مسيحي في منطقة الشرق الأوسط والعالم. ضمن حملاتها المتواصلة على مستوى المملكة لتقديم الدعم والمساعدة للعائلات المحتاجة، قامت الفرق المتطوعة بجمعية الكاريتاس الأردنية باستكمال حملة الشتاء لهذا العام من خلال تقديم الدعم لنحو 150 عائلة عفيفة في لواء عين الباشا التابع لمحافظة البلقاء. وقد تم تنفيذ الحملة في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بالتعاون مع تجمع لجان المرأة في المحافظة، وبدورها شكرت مقررة اللجان في محافظة البلقاء الفيرج ريسات جمعية الكاريتاس على مبادرتها الإنسانية ودورها الفاعل لتمكين المرأة وخدمة الأسر المحتاجة في كافة محافظات المملكة. ويشار أن جمعية الكاريتاس الأردنية قدمت خلال عام 2017 مساعدات لأكثر من 10,000 عائلة أردنية والعائلات اللاجئة من الإخوة العراقيين والسوريين في المملكة. حملتنا اليوم هي استمرار لحملة دفء الشتاء اللي أطلقناها بداية هذا الشهر ومستمرين فيها بالتعاون مع جمعية الكاريتاس الأردنية وبدعم جمعية الكاريتاس الأردنية اللي إحنا منقدم لها الشكر الموصول وعارزين عن شكرها لأنها قدرت توصل هذه المساعدات وتدفي الأسر في كافة القرى البعيدة في محافظة البلقاء. فقدموا لنا مساعدات من حرامات وصبات وسطول صحية، استطعنا نصل فيها إلى حوالي 150 عائلة في لواء عين الباشا وفي مناطق أخرى من السلط. واليوم كنا في لواء عين الباشا ووزعنا على عدة قرى من عين الباشا من منتسبات تجمع لجان المرأة للوطن الأردني، وزعنا حرامات وسطول صحية، و كانوا عدد كبير من النساء الأقل حظا من الأسر المحتاجة. وكان طبعا الشكر الكبير اللي قدمته كل امرأة بتجمع رجال المرأة لجمعية الكاريتاس الأردنية. في موقع معمودية السيد المسيح المغطس احتفلت الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي في الأردن وفلسطين بيوم الحج السنوي، حيث أحيت الكنائس القبطية والسريانية والأرمنية الاحتفال بصلاة أقيمت على ضفاف نهر الأردن الشرقية والغربية. المزيد في التقرير التالي. احتفلت الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي بيوم الحج السنوي إلى موقع معمودية السيد المسيح المغطس، حيث أحيت الكنائس القبطية والسريانية الأرثوذكسية الاحتفال بصلاة أقيمت على ضفاف نهر الأردن الشرقية والغربية. على شاطئ الأردن وقف يوحنا المعمدا يوعظ ويبشر ويعمد، والناس جادلوا من كل مكان
فعلى الضفة الغربية ترأس الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس الصلاة مع أبناء الرعية، يقابلهم على ضفة الأردن الشرقية أبناء الرعية القبطية مجتمعين للصلاة التي ترأسها القمص أنطونيوس الصبحي بحضور الشمامسة وجمع من المؤمنين مرتلين بأناشيد وألحان من وحي المناسبة. وتحدث الأب أنطونيوس لجموع المؤمنين حول المعنى الروحي لمعمودية السيد المسيح وكيف نصبح من خلالها أبناء لله، كما أشاد بالدور الهاشمي والقيادة الأردنية لتسهيل أمور الحجاج وإتمام الاحتفال الديني. عيد الاغطاس من الأعياد السيدية الكبرى اللي بنحتفل بيها زي عيد الميلاد المجيد، ويسعدني كمان أنه أهني كل الكنائس المسيحية سواء اللي بتعيد بالتقويم الشرقي أو اللي عيدت بالتقويم الغربي قبلنا بأسبوع. إحنا كلنا كنيسة واحدة، وأنتهز الفرصة هاي من عبر نورسات القناة الفضائية التي ترفع شأن الكنيسة إلى مراتب أعلى وأعلى. بحب أوجه تهنئة قلبية لجلالة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بمناسبة عيد ميلاده، وإحنا بنصلي ليل ونهار إن ربنا يبارك في حياته ويسدد خواه يسدد خطاه بالتوفيق دائما من أجل أن ينعم الرب باستمرارية الأمن والأمان اللي كل من وطئت قدماه أرض الأردن شاعر فيها. أعتقد أن الكاميرات كاميرات نورسات بالذات تستطيع أن تعبر بدون أحاديث شخصية، تعبر من خلال الفرحة المعتلية وجوه المؤمنين بمختلف رعاياهم. معانا كمان من المبهج والمفرح معانا إخوة وأخوات مسلمين جايين يشاركوا الفرحة. بنتهز الفرصة وأقدم شكر خاص وجزيل لرجال الأمن ورجال الأمن العسكري والجيش والقوات، يعني صار لهم شهر عم بيرتبونا هذا الترتيب. ولما حكيت قبل شوي أنهم يسهرون على تعبنا ونحن ننام ونرتاح، هذه بالفعل هم متواجدون تحت وطأة ظروف الطقس السيء اليوم في عمان، متواجدون من السادسة صباحا في انتظارنا. هنا فعلا بهجة كبيرة، وزي ما حكى أبونا أنطونيوس قبل شوي أنه كل شيء مترتب وتمام، وإحنا بنلاقي نفسنا هنا فعلا في قمة الفرحة والسعادة وبنشعر بالبركة في المكان الحلو اللي احنا فيه. كما احتفل أبناء الكنيسة السريانية بصلاة عيد الاغطاس، فعلى الجهة الغربية ترأس سيادة المطران مارساويريوس ملكي مراد النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في الأردن والأراضي المقدسة الصلاة بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة ومشاركة جموع من المؤمنين. وعلى الجهة الشرقية ترأس قدس الأب بنيامين شمعون راعي الكنيسة السريانية في الأردن الصلاة وخدمة تقديس الماء بحضور جموع أبناء الرعية. وفي الختام ألقى الأب شمعون كلمة روحية حول عيد الاغطاس الذي ظهر فيه الثالوث الأقدس مجتمعا في أرض الأردن، متمنيا الأمن والسلام للأردن وللعالم أجمع.
حقيقة اليوم يوم فرح، نلاحظ الجموع كلها أتت لكي تأخذ هذه البركة، فنقدم شكرنا للرب أولا الذي نزل إلى أخفض منطقة في الأرض إلى نهر الأردن لكي ما يصعدنا إلى السماء، لكي ما يعطينا هذه البركات الروحية ويبارك بعماده عمادنا. نشكره ونقدم أيضا التهاني القلبية لصاحب القداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني كريم، ولصاحب النيافة وكافة الكليروس والشعب المسيحي قاطبة. ولا ننسى أن نشكر فضائية نورسات الأردن التي دائما تغطي احتفالاتنا المباركة. بارككم الرب وأعانكم وأعطاكم حياة مباركة. وأيضا كلنا اليوم أتينا ببركة ورعاية صاحب الجلالة المعظم الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي يسهر دائما من أجل خدمة أبنائه الأردنيين مسلمين كانوا أو مسيحيين. نقدم له كل الشكر، ونتمنى أيضا لجلالته والحكومة الأردنية الرشيدة وكافة القائمين على أمن واستقرار هذا البلد، نتمنى لهم الصحة والعافية الدائمة، وكل عام وأنتم بألف خير. يسعدنا بهذه المناسبة أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكافة القوات المسلحة ورجال الأمن العام اللي قاموا بتأمين كافة الأمور الأمنية، النواحي الأمنية، وداروا بالهم على جميع المشاركين بهذا الاحتفال، وكان احتفال مميز هذا العام. يسعدني أن أتقدم بالمباركة لقداسة سيدنا البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني كريم، ونتمنى على قداسته أن يشاركنا هذا الاحتفال في العام القادم إن شاء الله. ونشكر فضائية نورسات اللي دائما تتواجد في كل المناسبات وتقوم بواجبها تجاه جميع الطوائف المسيحية. كما احتفلت الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في موقع معمودية السيد المسيح المختص بمناسبة عيد الظهور الإلهي، وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة ماركو الرابيت، ترأسه الأرشمندريت إفيديس إبرجيان النائب البطريركي للأرمن الأرثوذكس في الأردن بمعاونة عدد من الشمامسة وحضور جموع أبناء الرعية. وفي ختام القداس توجه المؤمنون إلى ضفة النهر ليشاركوا أبناء الرعية المحتفلين على الضفة الغربية، ويترأسهم غبطة البطريرك نورهان مونجيان بطريرك القدس للأرمن الأرثوذكس بمعاونة عدد من الآباء الكهنة وجموع من المؤمنين. وفي لقاء خاص لنورسات الأردن مع الإرشمندريت إفيديس إبرجيان أشاد فيه بعظمة وقدسية هذا المكان الذي تعمد فيه السيد المسيح، كما أثنى على جهود القيادة الهاشمية باهتمامهم الكبير بهذا المكان المبارك. أهمة المقدس لأنه ضروري كتير، لأنه هو رمز للسلام، هو رمز المحبة، وهو رمز أنه بيجمع كل الناس مع بعض وبيعطي روح المحبة وروح السلام. بوجود غبطة البطريرك الأرمن بالقدس وبالعمان، هو إجا احتفل معنا مع بعض من طرف التاني الغربية، واحتفل عيد المقدس بالنهر الأردن، ونحن الأرمن بالعمان جينا ونحتفلنا مع بعض. كاهن أفيديس هو لأول مرة بعد تعيينه رسمياً بيحتفل بعيد الظهور الإلهي في هذا الموقع المبارك،
والعدد الموجود عدد الحضور مش بطال كجالية أرمنية. احنا جالية طبعا صغيرة جدا وانا ابن الكنيسة، ودعوة لكل المسيحيين والأرمن بالعالم يجوا لهذا الموقع المبارك، يتباركوا من مياهه اللي تباركت بتعميد السيد المسيح، زي ما كل الكنائس الحديثة اللي انشئت بالموقع هي اصلا رسالة لجذب المسيحيين من كل العالم لهذا الموقع المبارك. بحضور سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، رعى متصرف لواء القصر بمحافظة الكرك عمر العمايرة حفل تكريم شهداء بلدة السماكية وكبار السن الذي نظمته جمعية السياحة لإنماء المواقع الأثرية في قاعة المرحوم ساب العكشة في السماكية. وخلال الاحتفال الذي حضره عدد من مسؤولي الدوائر الرسمية والأجهزة الأمنية والآباء الكهنة وذوي شهداء بلدة السماكية وجمع كبير من أبناء المنطقة، قدم متصرف اللواء التهنئة لأبناء السماكية وعموم الأردنيين مسيحيين ومسلمين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. كما شكر جمعية السياحة على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الوطنية بتكريم شهداء الوطن. وبدوره أشاد رئيس بلدية شيحان طايل المجالي بالمحبة والتآخي والعيش المشترك بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة والمبني على الاحترام والمودة والتقدير منذ مئات السنين، داعين الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الغالي في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. وقدم رئيس جمعية السياحة لإنماء المواقع الأثرية سامر حجازين نبذة عن تاريخ السماكية وما قدمته من شهداء دفاعاً عن الأردن وفلسطين، كما قدم للحضور إيجازاً عن أهداف الجمعية ومشاريعها الرائدة في خدمة المجتمع المحلي. احتفال هذا اليوم اللي قمنا فيه هو تكريم الشهداء الذين سقطوا على أسوار القدس وعلى أرض الوطن ودفاعاً عن الأردن. السماكية قدمت 8 شهداء من حرب 48 حتى حرب 73، وهؤلاء الشهداء مفخرة لنا كأبناء بلدة السماكية ومفخرة للوطن جميعا. وبالنسبة للحفل تكريم الآباء والأمهات، الآباء والأمهات ضحوا وقدموا لنا الكثير الكثير في الوقت الذي مروا فيه بظروف صعبة في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، حفروا الصخر، مشوا حفاة وسكنوا في بيوت لا أبواب ولا شبابيك عليها، ولكن استطاعوا أن يربوا أبناء ويقدموا أبناء للوطن في مختلف مجالات الحياة السياسية، وكما ذكرت في كلمتي الحياة السياسية والدينية والاقتصادية والعسكرية. والحمد لله اليوم كان هذا الاحتفال بمشاركة سيادة المطران ويليام الشوملي ومدراء الدوائر الحكومية في منطقة لواء القصر، حيث تم توزيع الدروع على ذوي الشهداء وتم توزيع الهدايا مناسبة أيضا عيد الميلاد على أبانا وأمهاتنا ممن تجاوز 80 عاما. وفي النهاية أود أن أشكر مرة أخرى قناة نورسات على تغطيتها هذا الحفل في هذا اليوم، وألف شكر لكم جميعا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الكنائس الرسولية في الأردن تحيي صلاة من أجل وحدة المسيحيين. الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي تحتفل بعيد الغطاس. بلدة السماكية في محافظة الكرك تكرم شهداءها. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.